بينظم مجلس بلدية الحزمية بالتعاون والتنسيق مع جمعية المدن المتحدة بلبنان والمكتب التقني للبلديات اللبنانية مؤتمر لشبين وشبات البلدة اللي بتتراوح أعمارهم بين 18 وال 35 سنة لإطلاق مسار إعداد خطة بلدية الحزمية التنموية للشباب. هالمؤتمر رح يصير نهار الخميس ب 4 حزيران 2015 الساعة 6:30 مساء بالقصر البلدي بقاعة المؤتمرات. عنوان المؤتمر بلدية الحزمية نحو شراكة مع الشباب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف مباشرة المسؤول الإعلامي ببلدية الحزمية روي حرب. أهلا وسهلا فيك روي عبر صوت لبنان. مرسي أهلا فيكم. بداية خلينا نعرف معك شو هدف هذا المؤتمر اللي عم بتنظموه ببلدية الحزمية؟ الصراحة هو له عدة أهداف. بالدرجة الأولى كبلدية الحزمية اليوم كمجلس بلدي عامل كل أو بأغلبية اللي لازم يعمله بالنسبة للبنى التحتية للبنى الفوقية للاهتمام بالطرقات بالحجر، فأدرك أنه لازم يفعل أكثر الاهتمام بالشباب وتعزيز هالصلة يلي موجودة معهم. بهذا الوقت كمان شفنا انه كل نظم التواصل يلي موجودة بالعالم صارت عم تنبثق من الشارع ومن الشباب من تطلعاتهم، وصار الهدف انه نحقق تطلعات هالشباب بالبلدية النموذجية يلي هن بيطمحوا لها، مش مجرد انه يكون في عنا نحن خطة معينة تنفرض على هالشباب، لا، نحن واجباتنا انه نسمع صوتهم نساعدهم لحتى يحققوا يلي هن بيطمحوا لهم، لانه هيدي بلديتهم وهيدي ارضهم. نعم. منشان هيك كانت تنظيم هالمؤتمر يلي كانت اهدافه العامه بالدرجه الاولى اولا خلق استيعاب افضل لتطلعات الشباب والانخراط الفعلي، يعني نحن عم نجرب نخلي هالشباب يتبنوا معنا هالمقاربه اللي نحن عم نعملها لحتى نقدر نعمل محيط عمل مناسب لنحقق كل هالتطلعات. نعم. روي يا ريت تضعنا اكثر بالصوره وتخبرنا تحديدا شو رح يصير يوم 4 حزيران، يعني انا بين ايدي موجود برنامج المؤتمر ولكن اللي عم يسمعونا اليوم ما بيعرفوا يمكن، وخاصة إذا كانوا من البلدية. نعم. بأربع حزيران أول شيء نحن رح نجتمع كلنا سوا نحن وشباب الحزمية، ولما بنقول شباب الحزمية لا نعني بالضرورة بس المنتخبين وإنما المقيمين أيضا، يعني كل الناس اللي موجودة بالحزمية سكان يعني تحديدا. صحيح، يعني الأبناء والسكان ويلي هن كمان أبناء الحزمية من 18 من عمر 18 لعمر 35 سنة. نعم. اللي من نجتمع نحن وياهن اولا رح نستعرض نحن وياهن شوي الانجازات يلي صارت من خلال العمل بالمجلس البلدي الحالي، وبعدين رح نشرح لهم هدف المؤتمر يلي هو هدف المؤتمر انه نشوف كل شاب شو تطلعاته شو اهدافه، وبالتالي يتقسموا على ورش عمل workshops. هالورش العمل رح بتكون مقسمة لخمس أقسام يلي هن التنمية الاجتماعية، التنمية الثقافية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية البيئية، والتنمية الرياضية. إذا كل واحد هو شو بحب ينتسب، لوين بحب ينتسب، في ينتسب لأكثر من ورشة عمل، وإنما طبيعي حسب الأولويات يلي بتكون موجودة عنده. كمان في معنا رجال سياسي وأعلام شباب رح يحكوا شوي عن تجربتهم وقديه مهم انه اليوم مش بس نحن كشباب عنا النايت لايف او السوشيال لايف، وانما كمان في عنا الانتماء للوطن الانتماء للبلدة، كيف فينا نفعل هذا الموضوع اكتر وكيف فينا ننجح اذا اشتغلنا على حالنا من هذا الموضوع. نعم. طيب روي ذكرت انه رح يكون في شهادات لسياسيين او شباب او اعلاميين، مين رح يكون موجود؟ بالوقت الحالي رح بيكون موجود عندنا الإعلامية ريمي درباز وبعض من السياسيين، بنذكر منهم سعادة النائب ألا عون وسعادة النائب هادي حباش، هيك لحتى نفرجي انه نحن هالمؤتمر مش هدفه سياسي، هالمؤتمر هدفه انمائي، ولمن بنجتمع ببلدية بننسى السياسة برات البلدية وبنفوت بنشتغل للشأن البلدي العام. طيب روي سؤال أخير قبل ما نختم، فعليا على الأرض رح تنفذ وتطبق نتائج هالمؤتمر؟ يعني مش رح يروحوا الشباب ليعملوا كل هالورش العمل هيك لنكون عم نحكي بالهوى؟
حقك تسألي هالسؤال. مثل العادة يعني هذه نتائج المؤتمرات. بس اليوم نحن ببلدية الحزمية وتحديدا بشخص الرئيس الأستاذ جان الأسمر تعودنا نوعد ونوفي. وبالتالي كل هالوعود يلي عم نعملها رح نوفي فيها، ولحتى نقدر نوفي فيها رح يكون في عنا مكتب تقني بقلب البلدية حاليا عم ينشغل عليه. رح بيكون في عنا أشخاص متخصصين يستلموا الخطط يلي رح تنبثق عن ورش العمل ويعملوا على تنفيذها أكيد ضمن إمكانيات البلدية. يعني المسؤول الإعلامي ببلدية الحزمية روي حرب، أنا بدي أشكرك وإن شاء الله بيكون هذا المؤتمر موفق. وأنا بدي أشكركم وبدي أشكر صوت لبنان على تغطيتها الدائمة لكل نشاطاتنا يلي عم نقوم فيها، وإن شاء الله نحن وياكم مننجح المؤتمر. أهلا وسهلا. شكرا.